الأخبار من قناة حلب اليوم. المحكمة الجنائية العليا في ولاية أديمان التركية تقبل لائحة اتهام مقدمة ضد سوري متهم بانتمائه لتنظيم PKK وفق وكالة إخلاص التركية. وفاة الفتى السوري بلال هيثم بوظان في غابة بلغاريا أثناء محاولته الوصول إلى أوروبا. مديرية أمن عزاز تلقي القبض على 3 أشخاص بتهمة تجارة وترويج المخدرات بحوزتهم نحو 1000 حبة كيبتاجون و 12 غراما من مادة الـH2. قصد تعلن مقتل 3 من عناصرها متأثرين بإصابتهم خلال المعارك مع مقاتلين من أبناء العشائر بريف نير الزهور في وقت سابق. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن قواتها في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجوم منذ توقف العملية العسكرية في غزة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب دول العالم برفع دعاوى ضد سلطة الأسد أمام المحكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.